مرحبا واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. بهذا الفيديو رح نجاوب على اهم سؤال كتير من الاشخاص بيسألونا عن طريق السوشيال ميديا الرسائل، وكل المصورين بينسألوا هذا السؤال: شو احسن كاميرا نستخدمها؟ على فكرة هذا من اصعب الاسئلة اللي ممكن نجاوب عليها، وخلينا نقول انه ما له جواب. خلي ببالك شغلة، انه افضل كاميرا بالعالم هي الكاميرا اللي عندك اياها، الكاميرا اللي انت بتمتلكها. دائما خليك قنوع بالشغلة الموجودة عندك. اللي رح يفرق معك هو معلوماتك بالتصوير، نظرتك، معرفة الزوايا اللي عم بتصور منها، معرفتك ببرامج التحرير، التغذية البصرية اللي انت شايفها. هذا هو الشيء اللي رح ينقل مستواك من مستوى عادي لمستوى احترافي. وكتير مهم انك انت تختار تخصص بالتصوير، والسبب لحتى نختار المعدات المناسبة لهذا المجال. يعني مثلا اطباء الاسنان بيحتاج كاميرا، عدسة ماكرو، رينج فلاش، توين فلاش او سوفت بوكس. هدول هن المعدات اللي بيحتاجهم بهذا التخصص. بينما مصور الاطعمة ممكن يستخدم عدسة 24-70-50، عدسة الماكرو اكيد ما رح يستخدم العدسة الزوم 600 او 400. فكتير مهم انه نحن نختار المجال اللي نحن رايدين نفوت فيه بالتصوير لحتى نختار له المعدات المناسبة. لازم يكون عندك اطلاع على المجالات تبع التصوير كاملة لحتى تختار المجال الصح والمعدات الصح. بتمنى هذا الفيديو عجبكم، اذا عجبكم اكتبوا لنا لايك وشاركوه مع رفقاتكم، وانطرونا بفيديو جديد. باي.